السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم دردشة عامة على برنامج نفس وركس. ممكن تكون أغلب الحاجات احنا قلناها أو حاجات سهلة وبسيطة، بس احنا قلنا ايه نراجع عليها، وبرضه إن شاء الله هتلاقوا فيه معلومات جديدة بإذن الله. دلوقتي مثلا ايه برنامج نفس وركس دوت؟ برنامج نفس وركس بيقوم لي بشوية حاجات من التايم لينير، ده بيربط لي الجدول الزمني زي برنامج البرمافيرا بالموديل اللي ممكن يكون معمول على ريفيت او الارشكاد او اي برنامج بيعمل موديل بيم، او حتى لو مش بيم ممكن يكون اوتوكاد، وهبدا اربطه بالجدول الزمني، بس هيطلع عينيا في الموضوع، هيبقى صعب جدا. دي اهم حاجه، او هو البرنامج مشهور بكده. كلاش ديتكتيف بيوجد لي فين التعارضات. برنامج ريفيت لازم يكون حاجه خابطه في حاجه، هنا ممكن ما يكونش خابطه بس قريبين من بعض، يعني ممكن يكون في ماسورة قريبة من كيبل تري، فممكن الاتنين يعملوا مع بعض مشاكل، فنقول لا، لو في الاتنين قريبين بعض اوجد لي هما فين عشان ابدأ انا ايه احل المشكلة واشوف مين اللي عمل المشكلة ديت واخصم منه فلوس، او على الاقل يعني ايه احاول الاقي لها حل، او ان انا ابعد حاجة عن حاجة، او ان انا اقطع الكهرباء اصلا عن المبنى، هي كده كده اصلا ما بتجيش. الحاجة بعد كده اللي هو الحصر. طب ما الحصر موجود في برامج البيم زي ريفيت والارشيكاد، اه موجود، بس هنا مش حصر وخلاص، هنا حصر بفلوس. يعني ايه حصر بفلوس؟ مش مجرد الباب بكام، لا، الباب ده انا احتجت له كام مسمار عشان اركبه، والعامل جه اشتغل كام ساعة، والساعة بكام، وهل لو في مقاول من الباطن هياخد كام. تمام، كل الحاجات ديت بتبدأ تتحسب بحيث انها تطلع لي حصر مظبوط للتكلفة وليس للكمية. تمام، ممكن ان انا اعمل ريندر، في امكانيات حلوه في الريندر، هنشوف الموضوع ده ان شاء الله مع بعض. يعني ممكن تبقى نظره سريعه، ببدا اظبط الماتيريال، وابدا مثلا اخد الماتيريال دوت، اقول مثلا انا عايز الحته دي تبقى باللون ده، اسحب واحط اهو. تمام، عمل لي دوت باللون دوت، ده لو انا عايز اعمل سيلكت اول لكل حاجه. طيب انا ممكن اقول له انا هنا عايز لدوت، ابدا ادي خامات اللي تناسب الجزء ده، وابدا اشوف ايه الحيطان اللي انا عايز اديها الخامات، وابدا ادي ماتيريال بحيث لما اعمل ريندر زي ما نشوف مع بعض دلوقتي تبدا تطلع لي الماتيريال اللي انا لسه مختارها. زي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط، ما فيهوش اي حاجه خالص، مجرد انت بتبقى بتختار الالوان السليمه. يعني مثلا ممكن اقول له جلاسيس، وابدا اشوف الجلاسيس، اقول له مثلا دي حيطه بس انا عايز اقول له مثلا دي شفافه، هتبدا تبقى ازاز تبقى شفافه، ممكن ادوس عليها مرتين وادخل جواها وابدا اعدل الكالر، ابدا اعدل الكاستم كالر، ابدا اشوف التنت بتاعه، ابدا اشوف ايه المعلومات اللي فيه واعدل فيه اللي انا عايز. تمام، والماتيريال دي قريبه من اللي موجوده في 3 دي ماكس. تمام، اقول له مثلا انا عايز الطيب بتاعها كذا، عايز دي الصورة اللي موجودة، لو انت عايز تعدل الصورة عايز تخليها افتح شوية. تمام، الماتيريال مابينج، اللايتنج، في عندي كذا اضاءة هنا في قلب المبنى دوت، ممكن لو في اضاءة مش عايزها ابدأ اطفيها، بحيث لو انا اعمل ريندر ممكن اقول له اعمل لي كأن في بعض الاوض او بعض المكاتب فاتحة لغاية دلوقتي، في بعض الأوض أو بعض المكاتب النور بتاعها مطفي، لأن بالليل أغلب الموظفين مشيوا، ما عدا مثلا لو واحد عايز يتفرج على الفيفا بعيد عن زوجته وبعيد عن دوشة العيال وقاعد بيتفرج على الفيفا، ده طبعا هو المكتب بتاعه هيبقى إيه. تمام، وتبدأ تحدد برضو النوع بتاع الإضاءة، الفلتر كولر، ممكن يكون مثلا عايز إضاءة خضرة شوية أو صفرة شوية، تبدأ تعدل الإضاءة هنا زي ما أنت عايز، الانفايرومنت، الحاجات الخاصة بالشمس. تمام، فبتلاقي في اعدادات ريندر يعني اقوى طبعا من الريفت واقل من ال 3 دي ماكس. تمام، يعني ممكن تقول له انا عايز عن طريق ان انا احدد لك الساعه كام والوقت قد ايه، وانت تشوف الشمس في الوقت دوت بتبقى عامله ازاي، هل بتبقى مثلا يعني لو قلنا مثلا قطر في الصيف بتبقى عامله ازاي، هتلاقي حر طبعا. مصر دلوقتي حر برضو، معرفش ايه موجة الحر اللي جت في مصر. السكاي انت عايز لون السكاي يبقى لونه ايه، ممكن تقول لا انا عايز افتح شوية، ممكن عايز تقول له النايت كولر بتاعي انا عندي عم ازرق
غامق شوية. السيتنج بتاعتي ريندر تو ليفل، تقدر تتحكم فيها الريندر تايم. طبعا لما تتحكم بالريندر تايم تقول مثلا انا عايز تاخد كام دقيقة في الريندر، وكل ما بتزود هياخد وقت اكتر بس هيطلع لك جودة احسن. ريندر تو ليفل، تمام. دي نظرة سريعة على الريندر، ممكن ان شاء الله نعملها محاضرة خاصة بيها، مفيهاش مشكلة. تمام. الفيو بوينت ببدأ اخد شوية لقطات، يعني مثلا اللقطة ديت ممكن اقول لقطة كمان، ماشي. طيب اللقطة اللي فاتت دي كانت هي نفس اللقطة اللي قبليها، فاجي هنا كليك يمين على واحد فيهم واقول له ابديت، على اساس يبقى الاتنين مختلفين عن بعض. ادوس هنا كليك يمين واقول له ابديت، خلاص هو خد اللقطة دي. تمام. دوت غيرت فيه، وادوس على كليك يمين واقول له ايه ابديت، بقى عندي لقطة كده ولقطة كده. تمام. اقول له لقطة كمان ابديت، هاجي هنا برضو اقول له ايه سيف بوينت، رايت كليك اقول له اد انيميشن، اعلم عليهم كلهم واحطهم في الانيميشن. لما اجي احرك الانيميشن هتلاقي بتعمل اهو فيلم فيديو بطريقة سهلة جدا بدون اي مشاكل. انا مش عارف ايه الحديد دوت اللي محطوط دوت، بس ممكن يكون في فن تشكيله او حاجه، في حاجه طايره كده. او ده الملف بتاع اوتوديسك، انا مش عارف ايه اللي حصل فيه، هل هو كده فعلا ولا انا بتبلع عليهم، الله اعلم. ماشي. من ضمن الحاجات برضه سهله ان انا اعمل فيلم فيديو، ان انا هاجي هنا اقول له ريكورد وابدا اتحرك بالماوس، وكل حركه بعملها هي بتسجل كانها صور ورا بعض، واقول له ستوب، تيجي تبص تلاقيهم كلهم ورا بعض اهمت، واقول له ايه شغل. طبعا الحركه ما كانتش منظمه وما كانتش كده، فهو بيبدا يجيبهم ورا بعض. هنا ممكن ندوس هنا واقول له ايه ابديت، لو انا عايز اخلي اللقطه ديت، او اقول له عايز احط كومنت، لو عايز اكتب اي تعليق على الصوره ديت. What is this؟ في حاجة مثلا مش فاهمها. ماشي. هل هي حاجة جديدة ولا اكتف ولا ابروفد ولا اتحلت خلاص؟ تمام. هيبقى معايا اكتر موضوع دوت في الريفيو. ايه الريفيو دوت؟ ممكن انا في الفريم دوت في مثلا عايز اقيس حاجة وانا شغال، فقال لي عايز اقيس حاجه، فبدل ما اروح اقيسها من برنامج الريفت او اي برنامج اللي كنت راسم منه، لا هاجي هنا اقول له من النقطه دي للنقطه دي، هيقول لي دي 3 متر، اقول له ماشي مفيش مشكله. ممكن اقول له انا عايز احسب الاريا بتاعت حاجه معينه، الاريا بتاعت من هنا لهنا لهنا لهنا. تمام. ادوس سكيب، خلاص هو جاب لي كده الاريا قد ايه بالظبط. ماشي. بوينت تو مالتي ايبل بوينت، يعني ممكن يكون عندي نقطة معينة واقول له من هنا لهنا، ومن نفس النقطة الأولانية للنقطة دي قد ايه، ومن نفس النقطة دي للنقطة دي قد ايه. تمام. هنا لو انا عايز اقفل اكس لوك اكس اريا، طيب هنا كلير لو انا عايز امسح كل الدايمنشن اللي اتعمل. تكست لو انا عايز اكتب require self، اه بيقول لي لازم تكون واقف على فيو بوينت معمولة اصلا. هقول له تكست وابدأ اكتب، اقول له مثلا ايرور، وطبعا هكتب له ايه نوع الغلط، مش هكتب له ايرور خلاص. ماشي. كتبت الايرور، ممكن اغير اللون، اقول له مثلا عايز اللون دوت، اقول له هنا سو كيوت او اي حاجه، يعني انت شوف انت عايز تكتب ايه. طبعا انت مش هتقول له ايه الحلاوه دي وايه الجمال دوت، اكيد انت هتكتب له ان في مشكله عندك، تقول له باد ايديا او ريفيو او صلح او اي حاجه انت عايز تكتبها. وممكن تبدا تقول له مثلا ده من هنا لهنا، تبدا تاخد المقاسات وتكتبها له. تمام.
ما دام الفيو وانت بتكتب على فيو مسافه هنا هتلاقي خلاص الدايمنشن السيف، انما لو انت حركت شويه وبدات تاخد دايمنشن، هو اصلا هو مش معترف بالفيو دوت لان انت مش مسيفه، فهتلاقي ان انت اول ما تعمل اي حاجه الدايمنشن ده مؤقت، تمام؟ عكس لما انت تكون واقف على فيو من اللي هي الفيوهات اللي انت اصلا كنت شغال عليها هتلاقيها سيفت معاك، تمام؟ عندي برضو ان انا ابدا اشوف الكومنت، ايه الكومنتات؟ فاكر احنا قبل كده كتبنا كومنت على فيو منهم، تمام؟ ممكن اقول له هنا اد كومنت واكتب مثلا اي كومنت انا عايزه او اي اس اوكي. طيب عايز اشوف الكومنتات اللي عندي، هاجي هنا اقول له فيو كومنت فيقول له في كومنت اسمه او اس، تمام؟ او ممكن اقول له فايند كومنت وابدا ادور اقول له مثلا انا عايز الكومنتات اللي فلان اللي كتبها، او الكومنت اللي دي بتاعه كذا، او الاستيتس بتاعه كذا، تمام؟ بيقول لي ده انت عندك 2 كومنت، عندي كومنت في الفيو دوت اللي هو فيو واحد، واحد كاتب وات ذس، وفي في الفيو كومنت اسمه او اس، الاثنين نعملهم واحد اسمه عمر معرفش مين دوت، كومنت اي دي، الاستيتس بتاعه نيو، تمام؟ ممكن ادور عن طريق الداتا موديفاي بتاريخ معين من تاريخ كذا لتاريخ كذا خلال الشهر اللي فات او الشهرين اللي فاتوا، السورس كراش ديتكتيف، هل الكومنت ده مكتوب في كراش ديتكتيف ولا في سيليكشن ولا في فيو بوينت ولا مكتوب في كله، تمام؟ ده موضوع ايه الكومنتات، تمام؟ وهنا ممكن اتحكم في السيكنس، ممكن اتحكم في امسح حاجة معينة، بس لازم اكون واقف على فيو سليم واقول له اريس وابدا امسح، ده المسح دوت كلير امسح لي الدايمنشن. يعني مثلا لو جيت هنا خلاص وكتبت مثلا اي تكست لازم اكون واقف على فيو، وجيت هنا كتبت تكست وقلت له اريز خلاص. طيب ايه الانيميشن؟ خلي الانيميشن دي دلوقتي اساسا تاخد مننا ممكن محاضرة كاملة، تمام؟ الفيو احنا بس بناخد نظرة عامة وبنشوف لو في حاجات صغيرة كده بنبدأ ناخدها، تمام؟ ده الفيو كيوب اللي هو دوت، ممكن اقول له انا مش عايز اشوفه، تمام؟ يعني في ناس بتحب ان هي بيكون موجود وفي ناس ما بتحبوش، بيقول لك ان انت ممكن تدوس عليه بالغلط فتلاقي نفسك ايه رحت بنها، رحت اسيوط، تلاقي نفسك رحت في مكان غير المكان اللي انت واقف فيه، تمام؟ وفي ناس تحب انها تستخدمه ان هي بتتنقل بسهوله من عليه التوب، حسب بقى ما انت عايز. شوف انت عايز المكعب ده الفيو كيوب دوت ولا لا. وعندي النافيجيشن بار، النافيجيشن بار ببدا ادوس هنا او في زرار صغير واقول له انا عايز البيزك، ده بيديك شويه اختيارات زي الزوم لو انت عايز تعمل زوم، عايز تعمل بان تتحرك، تمام؟ عايز تعمل لوك انت تبص كده في حوالين المكان اللي انت واقف فيه، سنتر هذا النوت سنتر بتاعتك، عايز تعمل ووك تتمشى، عايز ريويند يبدأ يجيب لك اللقطات اللي انت كنت فيها من شوية بحيث تشوف اخر لقطة، مثلا ممكن تكون انت توت ولقيت نفسك في مكان وعايز ترجع المكان اللي فات فتبدأ ترجع لاخر لقطات انت كنت فيها. اغلب الحاجات دي هتلاقيها في الاوتوكاد وفي ال 3 دي ماكس وفي الريفت، يعني خلاص بقت حاجة ايه موجودة فيهم كلهم. دي ايد لو انت عايز تتنقل لمكان تاني غير اللي انت واقف فيه، يعني انا واقف مثلا عند الشباك دوت وعايز اروح الشباك التاني تبدأ تروح الشباك التاني وتشوف ايه اللي فيه. هنا لو انت عايز تعمل زوم على جزء معين زوم ويندو، طبعا بالماوس لما احرك البقرة بتلاقي نفسك بدأت تعمل زوم ان وزوم اوت اوربت، مش بتاعت عمرو اديب، لا اوربت بتلف حوالين نقطة معينة، لوك اراوند ووك سيلكت تحدد عنصر. وعندنا حاجتين من سيلكت، عند سيلكت من قائمة بلاي سيلكت وسيلكت بوكس، سيلكت ببدأ أحدد العناصر وممكن أدوس كنترول عشان أحدد أكتر من عنصر،
ولو في عنصر علمته غلط بخليه داس على كنترول واعلم عليه تاني يشيل. الحاجه التانيه سيلكت بوكس، ده انا بعلم كده من يمين لشمال او من شمال ليمين، ابدا احدد العنصر اللي انا محتاجها. تمام، او هنا اقول له سيلكت اول، او اقول له سيلكت نان، او اكون انا معلم على بعض العناصر. او كنا انا معلم على بعض العناصر واقول له ايه اعكس للسلكشن، انا عايز كل ما عدا العناصر اللي انت ايه كنت محددها من شويه. تمام، وممكن لو انا معلمت على عناصر كتيره وعايز احتفظ بيها مش كل شويه ادور عليها، بدخل في الست واقول له اعمل لي ست جديده واسمي دي مثلا ايه 1 او كيو، هو حرف كيو اللي ده معايا، بحيث في اي وقت لو انا معلم على حاجه تانية وجيت هنا وقلت له علم لي على كيو هجيب لي العناصر اللي انا كنت محددها اخر مره. تمام، وفي اداه بتساعدني في كده اللي هي فايند ايتم. تمام، ممكن اقول له انا عايز مثلا الحاجات اللي في ليفل كذا، او الحاجات الريبر، يعني بتبدا تشوف ايه الخاصيه اللي موجوده اللي انت عايزها. يعني ممكن اقول له ايه، خلينا نعلم مثلا على عنصر زي دوت واقول له كنترول 1، هدخل هنا في البروبرتيز ماشي، وابدا اشوف انت عايز ايه. يعني ممكن تكون انت مثلا عايز كل الفلور، فالفلور دي خاصيه اسمها نيم، اجي هنا اقول له ايه انا عايز خاصيه اللي اسمها نيم ايتم، البروبرتي بتاعتها نيم، اي الايتم ديت اللي هي الكاتيجوري الخاصيه بتاعتها نيم ايكوال او نوت ايكوال. يعني ممكن اقول له انا عايز كل الفلور، او انا عايز كل الحاجات ما عدا الفلور، او كونتينيوس. ممكن يكون انا في كلمة معينة مثلا، يعني ايه هو كاتب لي مثلا نختار كده خاصية مثلا معينة الروف ليفل مثلا، اختار مثلا عن طريق اللاير، فاقول له روف ليفل ممكن يكون عندي توب روف، فالكلمة المشتركة بينهم روف، فاقول له ايه كونتنت، مجرد انها فيها كلمة روف اختارها، فانا اقول له هنا بتساوي فلور. يبقى كده هو يعمل ايه، هيجيب لي كل العناصر اللي هي فلور. تمام، فاين دول كده علمني كل الفلور مره واحده. تمام، الخاصيه دي طبعا هتفيدني في كل شغلي، يعني هتفيدني لو انا بشتغل على التيم لينير وعايز اعمل سلكت الفلور كله مره واحده، في بعض الانظمه كده بنعمل الفلور كله مره واحده وبعد كده نبدا نشوف الحيطان، ونخلي الارضيات كلها متعلقه في السقف وبعد كده نركب الحيطان بينهم. دي طريقه من ضمن الطرق. تمام، ممكن اقول له كلاش ديتكتيف لو انا عايز اعمل كلاش بين الحيطان كلها مره واحده بدل ما احدد عنصر عنصر، لا اقول له انا عايز كل الفلور. تمام، واجي هنا اقول له ايه فلور، فلور دي لا فلور ارضيه ماشي. وعندي هنا شويه خواص تانية ممكن احدد حاجه تانية، انا اقول له مثلا حدد لي عن طريق الايتم ادور على خاصيه تانية، مثلا الماتيريال لو انا عندي نوعين من الماتيريال للفلور. ممكن اوجه هنا كليك يمين اقول له ايه اور، يعني ايه ده او ده، وممكن لو انا ما قلتلوش كده يبقى انت، يبقى لازم الاثنين يكونوا فيهم نفس الشرط. تمام، ممكن تكون انت عايز تعمل حاجه شفافه زي مثلا الجهاز دوت الكولينج تاور، ادوس كليك يمين واقول له ايه اوفرايد ايتم واقول له اعمل لي الشفافيه بتاعته واخليه شفاف، ممكن تخليه 100% او اقل من 100 حاجه بسيطه، هو شفاف حاجه خفيفه بحيث ان انت تشوف الحاجات اللي وراه زي ما انت عايز. تمام، دي طريقه. تمام، ممكن هنا اقول له عايز ازود الاضاءه او اقلل الاضاءه، او عايز اشوف الاضاءه فول لايت او سكين لايت او هيد لايت، او انا مش عايز اضاءه خالص. هنا ابدا اشوف انا عايز هل هي فور ريندر ولا شيدد ولا واير فريم. طبعا واير فريم بقى سهل ان انت تعمل سيلكت لاي حاجه داخليه، بس كله ملوث في بعضه، فبقول له ايه هيد لاين زي ما انت عايز، شوف ايه الحاجه اللي انت عايزها وتبدا تختار اللي انت عايزه. الريفيو دي اللي هي المراجعه، الانيميشن، بعدين الفيو. الفيو هنا ممكن اقول له ايه انا عايز اعمل ال اتش يو دي اللي هي الاكس واي زد، اهي موجوده معايا اهيت طول ما انا ماشي.
زي ما انت شايف، وده الاكس والواي والزد. الاول ما لفيت الحاجات لفت معايا وجايب لي العدد بتاعتي، تمام. ممكن تقول له انا عايز البوزيشن، جابوا لي برضو. انت تبدأ تشوف ايه اللي انت محتاجه. هنا جايب لي الجريد لوكيشن، الحتة دي مثلا كي 7، تمام. ممكن اقول له انا عايز اشوف شو جريد، فيبدأ الجريد ده ويظهر معايا. هو فعلا ده الكي وده السيفن، تمام. اول ما بتحرك مثلا باف هنا بيبدأ بقى يجيب لي ايه الكي 2، تمام. كل ما تقف في مكان هو بيبدأ يجيب لك انت موجود في الاف مثلا 4، اهي تمام. هو اوتوماتيك اول ما بغير الصورة بتبدأ الارقام تظهر عندي هنا، اي الجريد ده بتاعتي تظهر هنا شو جريد. طيب ممكن تكون انت عايز الجريد ده في البيزمنت مش عايزه هنا، تمام. ده هنا الليفل هو ممكن اتحكم فيه. ممكن تقول له انا عايزه بلو، عايزه اول في كل الادوار، تمام. ممكن تقول له يكون انت جايب كذا كذا موديل، تبدأ تقول له انا عايز الموديل دوت مش الموديل دوت، تمام. بلو فيكسد اباف اند بلو، عايز تقول له فيكسد. انا هحدد، انا وتقول له انا عايز مثلا في ليفل 3، في الروف، في ليفل 1، زي ما انت عايز، تمام. خلينا نطفي الجريد عشان ما يلخبطناش. فول سكرين. طيب انا دخلت بقى في فول سكرين، اخرج منه ازاي؟ ادوس كليك يمين، الريسيت، اول لا فيو بوينت، اف 11، اف 11 دخلك في فول سكرين او يخرج من فول سكرين. سبليت فيو، تمام. بيجيب لي اتنين بحيث انا ممكن ابدا اشوف انا حته هنا وابدا هنا اشوف حته تانية، او اشوفها مثلا من اليمين ومن الشمال وابدا اقارن بينهم، تمام. دي حاجه بتساعد شويه. السبليت فيو هبدا انا اقسم الفيو لكذا تقسيمه، سواء افقي او راسي زي ما انت عايز، بحيث ان انت تبدا تشوف هنا زاويه معينه، هنا زاويه تانية، تمام. طيب لو انا عايز ارجع تاني بقول له هنا شو تايتل بار، فبيبدا يظهر لي التايتل بار وابدا اطفي اللي انا مش عايزه بحيث ارجع تاني للفيو ده بس زي ما احنا شايفين، تمام. ده التايتل بار بحيث لو انا عندي كذا واحده وعايز ابدا اتحكم فيهم. ويندو سايز، ممكن اتحكم في السايز، انا بقول له خد الفيو كله او انا عايز مقاس معين مثلا 700 في 700 500 في 500، بيبدا هو يجيبهم لي. او اسبكت ريتيو، تمام. انا بفضل يوز فيو، خد الفيو كله معاك واشتغل بيه زي ما انت عايز. دلوقتي لو انا عايز اغير الباك جراوند بقول له باك جراوند، وابدا اقول له لا انا مش عايز اللون الاسود، خليه لون فاقع شويه، تمام. ده لو لون واحد، ماشي. ممكن اقول له باك جراوند، اقول له خليها تقسيمه كده باك جراوند هوريزون، لو انا عندي كذا لون، هنا عندي الويندوز لو انا عايز افتح بقية النوافذ زي كلاش ديتكتيف، زي التايم لاينير هيظهر دلوقتي. اي نافذه فيهم عايز افتحها ابدا افتحهم كلهم زي ما انت عايز، اللي انت محتاجه. طبعا الشاشه لو عندك مش هتقضي فانت بتشوف ايه اللي انت عايزه بس. ممكن انا مثلا محتاج كومنت، تبدا تشوف ايه اللي انت محتاجه حاليا وتبدا تظهره، تمام. لود ورك سبيس، ده ممكن يكون عندك كذا ورك سبيس، ممكن يكون في ورك سبيس سبيشال شويه، واحده خاصه مثلا بشغل في التايم لينير، واحده خاصه بالكوانتيتي، كل واحد فيها لها خواص معينة. بقول له أنا عايز أشتغل على الورك سبيس ديت، تمام. هو بيقفل ويبدأ يفتح تاني بالورك سبيس بتاعت اللي أنا محتاجها. أنا لقيت هنا سيكشن 3، هنا البلان فيو، هنا بالخصائص، هنا السيف فيو بوينت، هنا بطلع وانزل، تمام. هنا البلان فيو او سيكشن فيو،
وانا بيحدد لك انت موجود فين دلوقتي، يعني ممكن اجي اتحرك هنا يبقى انت واقف هنا وشايف الجزء دوت سيكشن فيو، بقول لك انت فين وباصص للمبنى فين، ممكن تكون انت مدي دورك للمبنى ومش شايف حاجه خالص. تمام، سيلكشن تري، طيب الاوتبوت لو انا هصدر الشغل بتاعي ممكن عايز اطبع، لو انت عندك طبعة او هتطبع بي دي اف، برنت بريفيو هتشوف ايه الجزء اللي هتتبع، طبعا كل ده ميت فتبدأ تظبط اعداد الطبعة بتاعتك، تقول له لا ده انا عايز لاندسكيب، اوكي وريني الطبعة تبقى شكلها عامل ازاي دلوقتي كده بقت افضل. تمام، ممكن تكون انت عايز تبعت على الايميل فتقول له سند باي ايميل، وتبعت بقى ان دبليو دي او ان دبليو اف او ان دبليو اللي ظهر 2014 او 2013 او 2015 لو انت اخترت اول واحده. الاصل انت تبعت ان دبليو دي بحيث ان هو التاني مش هيشتغل عليه، بحيث ما يبقوش انتوا الاثنين شغالين نفس الملف، لا هتبعت له ان دبليو دي نسخه دوكمنت. انا برضه عندي بابلش ان دبليو دي، دي نسخة الدوكمنت بحيث تقول له انا في شهر كذا وصلت للمستوى الفلاني وبدأت اعمل كذا، وتبدأ تحدد له الحاجات اللي انت اشتغلت عليها. تمام، ده ال NWD امتداد من امتدادات النفس وركس. اه ده الايميل بيقول له هتبعته لمين الملف اهوت. تمام، ده ال 3D DWF او DWFX، ده امتداد كنا حتى بنصدره من قلب الاوتوكاد نفسه مفهوش اي مشاكل خالص. ال FBX ده بياخد شكل ال 3D موديل، ممكن بعد كده تصدره لل 3D ماكس وتشتغل عليه في 3D ماكس، بس ما بيتصدرش بجدول الزمني، في حاجة تانية بتخليه جدول الزمني يتصدر لل 3D ماكس. جوجل ايرث ممكن تكون انت عايز تبعت لجوجل ايرث فتبدأ تحدد الحساسيات بتاعتك. ايمج لو انت عايز تصدر ايمج بيقولك عايز تصدر جي بي جي ولا بي ان جي ولا بتماب، وهتعمل ريندر بالفيو بورت العادي ولا بالاوتو ديسك اللي هو الاوتو ديسك ريندر احنا شفناه من شويه، والابعاد بتاعتك هتبقى انهي واحده من دول، الابعاد كلها ولا انت هتحدد حاجه معينه. هنا درجه النعومه كل ما بتكبر كل ما بتبقى نعومه اكتر، بس بياخد وقت اكتر في الريندر، فحسب بقى انت فاضي ولا بتاع. ايه احسن حاجه ان طول ما هو بيعمل ريندر انت تعتبر شغال، محدش يقدر انت بتعمل ايه، انا مستني لحد ما الجهاز تعمل ريندر، يعمل ريندر في يوم في يومين في ثلاثه هو بيعمل رندر مع نفسه. انيميشن ممكن اقول له انا عايز الانيميشن اللي احنا لسه عاملينه في الفيو بوينت، او عايز تايم لينير سيموليشن، ممكن هتعمل رندر بالفيو بورت او بالاوتو ديسك، او ممكن تقول له صدرهم لي اي في اي فيديو، او ممكن تقول له صدرهم لي جي بي جي بحيث ان هو هيخرجهم لك بقى 10,000 صوره مثلا او حاجه زي كده حسب ما انت هتقول له كام فريم في الثانيه. تمام، ممكن كده هو خرج كل الفيو بورت كل واحد فيهم في صورة لوحدها. هنا عايز الأبعاد بتاعتك كام في كام، عايز كام فريم في الثانية، وستة كويس. تمام، عايز بعد كده أقول له مثلا أنا عايز أصدر كراش تيست، لو أنا عملت كراش تيست عايز أصدر التايم لينير سي اس اف احتياطي، كارنت سيرش اللي احنا عملناه هصدره ملف اكس ام ال بحيث ممكن استخدمه بعد كده، السيرش ست اللي هي ديت، الفيو بوينت اصدرهم كلهم مره واحده اخرجهم لي في ملف اكس ام ال، الريبورت اتش تي ام ال، بي دي اف، بي دي اس تاج، التاجات اللي انا عاملها، الريندر لو انت هتعمل ريندر بالديسك ريندر مثلا، او هتعمله في كلاود على النت بحيث ان هو بدل ما تعطل الجهاز بتاعك تعمل ريندر في قلب الكلاود بحيث ان انت تستغل جهازك في حاجة تانية. الريتراس ده بيعمل ريندر في لحظتها، دلوقتي مثلا ممكن اقول له ايه اي كواليتي فيبدأ يعدل لي شوية الريتراس بتاعي. هنا الريندر جاليري ده هدخل على النت وابدأ اشوف ايه الحاجات اللي اتعملت ريندر قبل كده، بس انا لازم يكون عندي حساب على الاوتو ديسك. تمام، دي اهم الحاجات. وفي برضو عندي هنا دي الاعدادات بتاعت الجهاز بتاعي، طبعا جزء الهاردوير ده مهم جدا طول ما انت شغال في برامج
الريفت او في ال 3 دي ماكس او في نفس وركس ده. هنا كمية الشبكة اللي انت مستغلها قد ايه، كمية البروسيسور، كمية الرامات. وممكن برضو اعرف الحاجات دي من بطريقة تانية، ان انا هاجي هنا تشيك مين ستارت تاسك مانجر، ده لو لقيت الجهاز هنج معايا ببدأ اشوف اني برنامج اللي واخد الرامات اكتر. النفس وركس اسمه ار او اي ام اي ار، ده الملف الاكس اي، عكس الريفت كان بيبقى اسمه ريفت والاوتوكاد اسمه اوتوكاد. ده مش عارف بقى متخفي بقى ولا ايه، مسمي نفسه اسم غريب. تمام، بحيث ممكن لو جالك هنا وقال لك ان ده مش شغال ممكن تطفيه، تقول له انت بروسيسورز. ومن ضمن الحاجات برضه ان انا ممكن اديله كميه معينه من البروسيسور، بقول له مثلا خليك انت شغال على بروسيسور 1 و2 و3 و4، والبرنامج التاني خليه بقى هو ياخد بقيه البرامج. دي طريقة لما تكون انت شغال على برنامجين تقال وعايز يعني تحدد كل واحد فيهم حدود معينة. تمام، ومضطر برضو الأخرى عشان أشوف كمية الرامات والذاكرة. باجي هنا في الشاشة بتاعة الديسكتوب وأقول له جادجت، وهقول له سي بي يو متر. تمام، ده بيقول لي على طول انت الرامات اللي انت مستغلها قد ايه والبروسيسور اللي انت مستغلها قد ايه. او هيزورهم دلوقتي. ام ده البروسيسور وده الرامات، وابدا ايه تعرف ده قد ايه وده قد ايه. في اي وقت ممكن تدوس كليك يمين وتقول له جلوبال اوبشن، وتبدا تشوف الاعدادات بتاعتك. يعني مثلا دي الاعداد الجنرال، الاندو هتبقى ليك كم مره تعمل اندو. هنا اللوكيشن، انت عايز البروجكت دايركتي الافتراضي بتاعك فين، وسايت لوكيشن فين، اللوكال كاشينج قد ايه، الانفايرومنت السيف هيسيف فين، ده المسار اللي هو هيسيف لك فيه لو حصل اي وقت ان النور قطع. يعني طبعا النور ما بيقطعش خالص في مصر، بس احتياطي يعني لو حد شال فيش ولا حاجة، تروح قايل له تشوف المكان ده فين وتبدأ تستخدمه. الانترفيس بتاعتك دي الوحدات اللي انت بتشتغل بيها. سيلكشن لما تحدد حاجة يديك انهي لون، يعني هو الافتراض بتاع اللون الازرق ممكن يكون انت مثلا بتحب لون تاني كده الفالنتاين وعايز تخليه لون احمر. الميجر بتاعي اللاين سيكنس، الكالر، السناب، ممكن تقول له انا مش عايز السناب تو فيرتكس، او انا عايز السناب تو ايدج زي ما انت عايز. الروتيشن، الفيو بوينت، اللينكات، عايز تشوف اللينكات ولا متشوفهاش. هنشوف ايه موضوع اللينكات ده دلوقتي. كويك بروبرتيز، انت عايز ايه اللي تشوف في كويك بروبرتيز؟ ممكن تقول له انا عايز اشوف مثلا الايتم نيم والايتم تايب، وممكن تضيف حاجه كمان معايا مثلا، مثلا اي حاجه بقى انت عايزها. ممكن تقول له انا عايز الليفل مثلا، اي حاجه ماشي. الجريد، ال 3D، ال 3D ديت طابعة بس ممتاز، اقصد ماوس ممتاز جدا، بيديك شوية خواص حلوة كأنك انت، كأن انت مش ماسك ماوس، كأن انت ماسك الموديل نفسه بيتحركه يمين وشمال زي ما انت عايز. الصراحة رائع وغالي بس شوية. ده الفيو كيوب عايز تشوفه ولا لأ. تمام، الموديل تبدأ انت تشوف ايه الخواص اللي انت عايزها عشان تتحكم في الرامات. لما يحمل يقفل لك ال NWD فايل اونلود ولا لا، ال NWD، كل دي شوية خواص. تمام، دي شوية امتيازات بتستوردها. مثلا ممكن اقول له لما استورد الملف ال IFC انا عايز الماكس. تبدأ تشوف ايه الخواص اللي انت عايزها، هل هو يحول لك السبيس ولا ما يحولهاش. الانفنتور، ممكن تكون انت مثلا استوردت ملف سكتش اب ولقيت فيه مشاكل. ليه؟ لان هو مثلا هنا مش بتعلم على كونفرت هيدن ايتم، تعلم عليها. تبدا تشوف ايه الميتادات اللي انت بتستورده، يعني ده مثلا ملف الاوتوكاد، تبدا بقى ايه كونفرت اوف، كونفرت فروزن لحاجه متجمده، كونفرت جروب.
ممكن كنت مش عايز تحمل الجروب تروح انت شايل العلم من هنا. انا دي التولز كراش ديتكت التايم لينير سكريبت الانيميشن. تمام، احنا قلنا كنا هنشوف حاجة معينة ان انا ازاي اضيف لينك. ايه اللينك دوت؟ ممكن يكون عندي عنصر معين وانا عايز اضيف لينك بحيث لما ادوس عليه يفتح لي كتاب معين او يفتح لي برنامج معين او يفتح لي اي حاجه معينه. اعلم على العنصر دوت واقول له هتظهر لي عندي ايتم تولز، اقول له اد لينك وابدا اضيف لينك. مثلا ممكن اللينك ده عباره عن ايه، انا هسمي مثلا اللينك ده مثلا ريد، كان انا مثلا بقول له اقرا الكتاب دوت. طيب في الملف دوت لما اديله ملف اتش ام ال، لا يعني عندي بيتزا كتير اهيت نفس وركس فيديو اوديو، ده الملف اللي احنا كنا عملناه تقريبا كلاش بتاعه، اقول له اوبن. تمام، بحيث اول ما يدوس هنا يبدا يفتح له اللينك دوت. تمام، انتش بوينت مش مشكله، اوكي. تمام، ممكن اجي هنا في الهوم واقول له اظهر لي اللينكات. تمام، هنا ما دام في هنا لينك هيبدا يظهر معايا ريد، اول ما يدوس عليه هيبدا يفتح لي صفحه النت وابدا اشوف الملف دوت. فدي حاجه بتسهل الشغل بتاعي. ممكن يكون عندي مثلا الحته دي في كتاب معين عايزه يقراه بحيث يعرف يصمم من الجزء دوت، مثلا كتاب عماره الفقراء لحسن فتحي، اقول له اقرا الكتاب دوت عشان تعرف تصمم صح، ازاي تصمم مبنى ازاز وانت في حته كلها صحراء، يعني انت بترفع درجه الحراره بعد كده تضطر تشيل تكييف وبعد كده تستهلك الكهرباء وبعد كده النور يقطع. طب ليه ما ابعد عن الازاز ما دمت في حته صحراويه وما تقولش هنعالج الازاز ومش هنعالج الازاز؟ لا مش صح خالص. تمام، ممكن اعمل ايه، اقول له انا عايز اعمل موف للعنصر دوت وابدا احرك العنصر دوت. تمام، ممكن احركه بمقاس معين، اقول له ترانسفير وابدا اديله مقاس، اديله مثلا اقول له حركه مثلا 5 متر او كده في الاكس و5 في الواي. تمام، خلينا نقول له -5 والزد نقول له 1. تمام، تبدأ تديله المقاسات بتاعك او تقول له روتيت، تبدأ تلفه معين بأي حاجة انت عايزها وقول له سكيل لو انت عايز تعمل سكيل برضه. كل الحاجات دي بتيجي هنا وتبدأ تتحكم في السكيل والروتيشن والبوزيشن زي ما انت عايز. تمام، ولو انت عايز تخفيها او تخليها شفيفه شويه، اوفر رايد ايتم اوفر رايد تبدا تتحكم في درجه الشفافيه بتاعته. تمام، يبدا يبقى اكثر شفافيه، ممكن تدي له لون معين. تمام، ممكن تقول له ريسيت ابدا ظبط لي اللون تاني. تمام، ممكن اقول له ريسيت ترانسفورم يجيب لك الشكل زي ما كان اول مره. تمام، ممكن تقول اديت لينك لو انت عايز تعدل اللينك دوت، تعدل المعلومات اللي انت عايزها. تمام، بس دي بعض الاشياء اللي احنا قلنا ايه نلفت الانتباه ليها في برنامج نفس وركس. اتمنى ما نكونش رخمنا عليه، واتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر سليم.